عزل الاستوديو. وحشتوني، حضن كبير قوي ليكم، وحشتوني فعلا. انا بقالي حوالي سنة تقريبا متوقف عن الفيديوهات لاسباب هتعلموها جميعا دلوقتي. اول سبب منهم ان كان عندي مشروع موسيقي مع اصحابي، عملنا مجموعة من العازفين، بنعمل نوع من الموسيقى اللاتينية، جيبسي كينجز والحاجات دي طول عمري كان نفسي فيها. فالمشروع ده كان لازم يقف على رجليه شوية، فكان محتاج شوية وقت وان انا اضيف ليه زي ما هم بيضيفوا برضو، فلغايه ما المشروع اتكون يعني عدى وقت من الموضوع ده. تاني حاجة، انا كنت مش راضي عن الاستوديو بتاعي، يعني الاستوديو بتاعي كان عدى عليه مرحلة، كنت عاوز اطلع ليفل اعلى شوية، فكان لازم ان انا اعمل شوية حاجات تخص الاستوديو بتاعي، اعدله بحيث ان هو اسهل لي في ان انا اشتغل، وكمان البيئة بتاعتي اللي بتاعت الاستوديو، لان دلوقتي لو شايفين انتوا المكتب بتاعي دلوقتي عليه الكمبيوتر بتاع شغلي كمان، فلان انا بشتغل من البيت وقت طويل، فكان لازم ان انا اجهز الفراغ اللي انا هشتغل فيه، والا هيجيلي مرض نفسي يعني لما انا هشتغل في البيت واقعد في البيت ويعني مش هخرج من البيت، فده ممكن يسبب لي مشاكل صحية. فكان لازم ان انا اعدل الفراغ اللي انا هشتغل فيه والفراغ اللي انا هعمل فيه الموسيقى بتاعتي او الفيديوهات بتاعتي. فقعدت وقت طويل على ما خططت ونفذت، لان الموضوع بياخد وقت شوية على ما تبدأ تفضي المكان وتجيب الناس اللي هتشتغل، فالموضوع خد مني وقت. فابتدينا بالمنظر اللي انتوا شايفينه دوت، طبعا منظر يعني بعد ما دي كل الاجهزه بتاعتي وكل ما املك في عالم الموسيقى والالكترونيات، فطبعا كان نخرجه كله من التخزين ومن الاماكن اللي متشال فيها، واشيل كل العفش يخرج بره الاوضه او بره الاستوديو بتاعي. طبعا انا ده الاستوديو ده اوضه في بيتي يعني، فهو اوضه كانت مستخدمه لغرض ان انا بشتغل منها او بعمل منها هوايتي الموسيقى. فطبعا بعد كده جت المرحلة بتاعت ان انا ابتدي اخطط الموضوع يحصل ازاي، وفعلا قررت ان يبقى الاوضة يبقى فيها دواليب، وجاء صديق للعيلة بيشتغل في المواضيع ديت، عمل الدواليب بتاعت الحيطة ديت علشان تساع جميع الاجهزة بتاعتي، وتساع كمان الجيتارات بتاعتي اللي هي هتحفظها من العوامل بقى التعرية ودرجات الحرارة ومن التراب. فالاجهزة بتاعتي كلها دخلت في الفراغات اللي هو بيعملها دي دلوقتي. بعد كده جت مرحلة ان انا ادهن الحوائط، طبعا دهان الحوائط وعمل السجاجيد والكلام ده كله، بالاضافة كمان ان انا المكتب بتاعي. المكتب بتاعي ما كانش ينفع طبعا عشان الموضوع تطور شويه، انا محتاج دلوقتي فراغ اكبر شويه، فبنتي كانت عاوزه تتخلص من المكتب بتاعها وتجيب مكتب تاني تذاكر عليه بالكمبيوتر بتاعها، فانا اخدت مكتبها القديم وده لقيته مناسب جدا، لان المكتب القديم بتاعها دوت اتاح لي ان انا احط الجهاز بتاعي والاجهزه بتاعتي بتاعت الموسيقى، واحط كمان الاجهزه بتاعت الشغل بتاعي، بالاضافه طبعا لحاجه هنشوفها دلوقتي، الكيبورد بتاعتي بتخرج وبتدخل بحيث ان انا اقدر اتحكم امتى اشتغل بيها وامتى ما اشتغلش بيها. فالموضوع بقى سهل بالنسبه لي ان انا اشتغل وان انا كمان امارس هوايتي اللي انا فيها دي. العزل الصوتي بتاع استوديو البيت، الناس طبعا ناس كتيرة قوي بتشتغل على موضوع العزل دوت، ان لازم يكون بيكلف الافات الجنيهات وان يكون باحترافي بطريقة معينة وتجيب اجهزة معينة وتجيب مش عارفين الكلام ده. ده لو انت بتعمل استوديو مثلا في منطقة سكنية في شقة في بتاع، فانت كمان عايز تعمل عزل جوه العزل بحيث الاوضة يبقى جواه اوضة صغيرة تعزل، ما يبقاش فيها الفايبريشن بيطلع بالذات من الاجهزة اللي بتعمل اصوات عالية زي البيز وزي الدرامز وزي البيانو اللي بتعمل اصوات عالية جدا وبتخرج خلال الحيطان الخرسانية وبتاع. فانا شفت استوديوهات معمولة في عمارات
وكان العزل بيكلف مئات الالاف بل ملايين علشان تعزل فراغ محدش بره يسمع خالص ايه اللي بيحصل، ولا الاهتزازات بتاعة الاجهزة بالذات الاجهزة اللي بتعمل اصوات عميقة ما تطلعش للجيران، والا الجيران هيشتكوك وهيعزلوا او انت تعزل، مش هينفع انتوا الاتنين تعيشوا في مكان واحد. الحالة في حالتي هنا انا شفت فيديو لشركة من الشركات اللي بتبيع اجهزة موسيقية وكابلات وبتاع بنشتري منها على طول هنا في اوروبا، لقيت فيديو بسيط جدا معمول من شخص بيشتغل في اوضه، الاوضه دي هتتعمل له مكان لعمله يعني فيها مكتب وخلاص ما فيهاش غير مكتب، ففي اربع حوائط فاضيين وراجل حاطط المكتب بتاعه، بيقول لك الصوت بتاع الاكوستيك دلوقتي الناس كلها بتشتغل عن طريق برنامج اسمه تيمز، بيعملوا كل الميتنجز وكل الكلام ده عن طريق البرنامج دوت، يعني شغلك كله اللي انت بتشتغله مع زمايلك بدل ما كنت بتقعد معاهم في مكان في الشغل، هو الميتنجز كلها دي كلها بقت عن طريق التيمز دي، ناس خدت عليها خلاص من ايام الكورونا، فخلاص بقت موضوع الشغل من البيت ده ما بقاش رفاهيه، بقت الشركات حتى كمان دلوقتي الشركه اللي تسع 100 موظف ياخدوا مقر يكفي 30 بس، ويقول لك اشتغلوا ال 30 في المقر ومش شرط تيجي كل يوم، بقى 70 الباقيين دول يقعدوا في البيت، يقعدوا في البيت لان هتوفر على الشركه لو كان التكييف، لو كان تسخين، لو كان الاضاءه، لو كان عربيات المكان الباركينج، يعني هتوفر الدنيا كلها، بالاضافه لان الطرق مش هتتزحم ومش هنستعمل وقود ومش هنهلك عربياتنا. فبصراحة بتفيد الجميع موضوع العمل المنزل، ما عدا الحالة النفسية انك انت ما بتشوفش ناس كتير وتتكلم معاهم وجها لوجه، فبتفقد بعض المهارات، فما انصحش طبعا ان ده الناس اللي بتبدأ حياتها يبدأوا بموضوع الشغل من البيت ده، لان هتتعب بعد كده، انت المفروض الوجه وجها لوجه لازم تقابل ناس ولازم تعمل وتحتك، ومهاراتك في ادارة الامور تبقى وجها لوجه يعني. دي نقطة بسيطة كده بس على 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 جانب يعني الموضوع بتاعنا. المهم نعود تاني لموضوعنا العزل الصوتي. فأنا شفت الإعلان بتاع الراجل بيقول لك أنا دلوقتي هشتغل في الفراغ دوت وسامعين الصوت، حط الكمبيوتر قدامه بيكلم واحد صاحبه، الصوت كان بشع بالإيكو ده، وبعدين قال لك خلاص أنا هنشوف دلوقتي يا جماعة هحط ورايا بس كام بانل أو وحدة من الوحدات ديت على الحيطة. حط فعلا وحدتين ثلاثة ورا على الحيطة، فوجئت بالصوت اتغير 180 درجة. العزل الصوتي يا جماعه مش شرط انك انت تعزل المكان كله، المكان كله مش شرط يبقى معزول. ايه هو العزل الصوتي وفايدته ايه؟ دلوقتي الصوت بينتقل عن طريق موجات، الموجات دي بتخبط في الاسطح وتترد وتعمل اللي انت بتسميه الايكو او الريفيرب او امبيانس زي ما بيسموه. لو انت قدرت في وقت ما توقف سطح من الاسطح ديت عن عكس الصوت، ده معناه انه مش هرتد للناحية التانية، فهيتوقف موضوع الامبيانس ده وتوقف موضوع الريفيرب ده، فانت هتفاجأ بانك انت بمجرد الواح بسيطة بتحطها على الحيطة تخلص لك كل القضية بتاعتك، وما يبقاش عندك الارتدادات اللي بتحصل من الحوائط اللي بتلمع او الحوائط الناعمة بحيث انها تفسد لك الصوت بتاعك. طب نعمل التجربة دي عمليا؟ نعمل التجربة دي عمليا. دي الغرفة بتاعتي قبل ما اركب فيها اي حاجة، قبل ما احط فيها اي اجهزة ولا اعزلها صوتيا. هنحط دلوقتي ميكروفون في وسط الغرفة وانا هتكلم في الميكروفون دوت بالقرب وبالبعد بحيث اننا نعرف الفرق ما بين الالواح اللي هتتحط على الحيطة ديت، ونعرف الالواح دي عبارة عن ايه، وما بين الحالة الاولانية اللي العزل فيها ما كانش موجود. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. دقات قلب المرء قائلة له
إن الحياة دقائق وثواني. دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني. طب ايه بقى اللي عملته بقى؟ ايه اللي خلى الموضوع يتغير تماما في الغرفة دي بقى، لدرجة ان الغرفة بقى دلوقتي ممكن اسجل فيها اي حاجة، ممكن حتى مطرب يغني، مفيش اي مشكلة خالص يعني. الالواح ديت لقيتها بتتباع مش غالية، رخيصة، واخد بالك، ما كلفتنيش كتير يعني، الموضوع كله ما تعداش $150 تقريبا علشان اخلص كل الغرفة كلها يعني. وشكلها جميل يعني، بتبقى الواح جميلة زي ما انتم شايفين على الحيطة، شكلها جميل بحيث انك انت تستعملها كعنصر كمان ديكور، وان يضيف لك شوية جمال للأوضة بتاعتك. العبارة عن الالواح زي ما احنا شايفينها اهي، دي حاجة من البوليوريثين، يعني فاكرين الماتيريال اللي كانوا بيستعملوها يصبوها بخرطوم كده وتنشف وتتعمل انتريهات يغطوها بعد كده بالفوق بالملابس وبتاع. انت لو ضغطت على البتاع ده هتلاقيه يعني نوع من المطاط كده، حاجة زي المطاط، بس هو مادة صناعية بيسموها البوليوريثان، مادة اسفنجية صناعية بتتصب، اتعملت بيها الالواح ديت. وزي ما احنا شايفين اللوح من دول متغطي بنوع من القماش، القماش ده معروف نسبة امتصاصه للصوت وكده، ويعني مش حاجة غالية يعني، قماش عادي جدا. بيتحط الموضوع دوت، بيعمل لك السطح اللي انت شايفه دوت. طيب بيتركب على الحيطة ازاي؟ بيتركب المثلث ده على الحيطة زي ما انت شايف كده. المثلث دوت عبارة عن حتة حديد بتتركب بثلاث مسامير على الحيطة، والحديد ده نفسه فيه ثلاث سنون طالعين منه، يعني هما متفصل البليت ديت او الوحده ديت، الشريحه دي بتطلع عليها الثلاث سنون دول الطالعين دول. بتيجي انت بالوحده زي ما احنا هنشوف دلوقتي، بتروح معشق الوحده عليها كده، وبتثبت خلاص كده، ثبتت كده خلاص على الحيطه، تم تعليق الوحده دي خلاص، وبدات ثبتت على الحيطه خلاص، وممكن تشيلهم في اي لحظه وتغير مكانهم. فانا عجبني التصميم دوت، خليت حتى بنتي تساعدني في انها تختار الالوان تبقى هنا ايه والبتاع، طلعت لي النتيجه اللي انتم شايفينها ديت، منها انها عزل صوتي للتسجيلات بتاعتي، ومنها عزل صوتي ليا لما انا اجي اشتغل ويبقى عندي كونفرنسز او ميتنجز وهعملها عن طريق الكمبيوتر، يبقى الصوت مقبول للناس اللي بتسمعني، بالرغم ان انا ما بتكلمش في ميكروفون مخصوص، ده بتكلم في ميكروفون الكمبيوتر، ولكنه بيعمل فرق كبير جدا. العزل الصوتي زي ما انتم شايفين وسامعين صوتي دلوقتي، مفيش اي ارتدادات للصوت من نواحي. ليه بقى؟ لان الاماكن دي بتكسر الصوت، يعني انا عندي سطح من الاسطح اللي موجود على الجنب ده، سطح الدولاب اللي احنا شفناه، السطح دوت ناعم خالص وبيلمع كمان، ده ممكن يرتد الصوت فيه ويعمل ايكو اجمد كمان من الاوضه لما كانت قبل كده. ولكن العزل بتاع الحيطه الناحيه دي والاجهزه اللي محطوطه الناحيه دي خلت الصوت يتشتت، ما يتعكسش ناحيه تانيه. وانا ناحيه من النواحي بتاعه الغرفه عملت فيها الالواح ديت، ورايا الشباك، حيطه ما فيهوش يعني ما فيهاش غير الوحده بس اللي موجوده على يميني ديت، غير كده ما فيش حاجه خالص، والدنيا كلها شغاله بالعزل ده كله، بتطلع الصوت والنتيجه اللي انتم شايفينها دي. فعزل الصوت مش هيكلف كتير، طبعا الارضيه لانها ما فيهوش حاجه نوع من الموكيت، فالأرضية اوريدي انها قافله عليا، ما بينعكسش الصوت للسقف من الارضيه وكده، ممكن ينعكس من السقف شويه بس السقف متخشن بحيث معمول زي حبيبات كده، فبيشتت الصوت في كل اتجاه، ما بيرجعش مركز في اتجاه واحد زي ما جه منه. فانا شايف ان الغرفه دلوقتي بقى عزلها مناسب جدا، وان انا ممكن اسجل فيها اي تسجيلات، حتى لو كان تسجيل احترافي لمطرب، مش هيبقى خالص في اي امبيانس، انا هاخد الصوت نقي تماما بحيث ان انا اقدر اعدل فيه بعد كده في التسجيلات. دي كانت نبذه بسيطه عن اللي انا عملته السنه اللي فاتت دي كلها، وعن تجهيز الاستوديو عشان هنبدا ان شاء الله حلقات مفيده جدا، انتظرونا.